رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة، رفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الميدالية الذهبية خلال مشاركتها ببطولة العالم لألعاب القوى لذوي الإعاقة المقامة حاليا بالمملكة المتحدة، وذلك بعد حصول لاعبة المنتخب الوطني فاطمة عبد الرزاق على المركز الأول بلعبة رمي الجلة فئة 53 ضمن منافسات هذه البطولة. وهنأ سموه بهذه المناسبة سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: نهدي هذا الإنجاز العالمي الجديد لسيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، فهذه النتيجة المشرفة لم تحقق إلا بفضل رعاية واهتمام ودعم جلالته أيده الله لأبنائه الشباب بمختلف فئاته وأعماره وللقطاع الرياضي بالمملكة، والذي كان له الأثر الواضح والكبير خلال المشاركات بالمحافل والبطولات الدولية. وأضاف سموه: وأن الظهور المشرف للمنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الإعاقة في هذه المشاركة جاء ليترجم الجهود التي بذلتها الحكومة الرشيدة الرامية للنهوض بالقطاع الشبابي والرياضي بالمملكة، مشيرا سموه إلى أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد وضع الخطة التطويرية الرامية للنهوض بجميع الاتحادات الرياضية وبخاصة اتحاد رياضة ذوي الإعاقة، وسعى جاهدا من خلال هذه الخطة التي تضمنت برامجا هادفة للارتقاء بمستوى الرياضيين. وقال سموه: نهنئ الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة والطاقم الإداري والفني بمناسبة هذا الإنجاز المشرف، والذي جاء ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد من خلال الخطط والبرامج التي هيأت لمنتسبيه الفرصة لرفع مستوياتهم وجاهزيتهم لخوض منافسات المشاركات المختلفة وإحراز النتائج المشرفة. وقد أشاد سموه بالمستوى المتميز الذي ظهرت به اللاعبة فاطمة عبد الرزاق، والتي أكدت للجميع أنها بطلة فوق العادة لما تمتلكه من إمكانيات وقدرات عالية، استطاعت من خلال ذلك أن تتوج بالميدالية الذهبية والمركز الأول بلعبة الجلة فئة 53، مؤكدا سموه أن هذه النتيجة المميزة أثبتت أن مملكة البحرين تزخر دائما بوجود الشباب القادر على حمل لواء المسؤولية والمضي نحو تحدي الذات والإعاقة والإصرار وإثبات القدرات نحو إحراز المراكز المتقدمة التي تعزز مكانة البحرين دوليا في المجال الرياضي.